كهناك محمد نلتها ليلتك زينة داي يا عين على السرير البشوات داي وماله ارقصي دق مزيكا خلي بالك طب امشي معانا
فوت قدامي. إذنك هنفرفش يا حبتين. خد راحتك. أها دق يا بو. عايزين شيخ البلد. أنا شيخ البلد؟ مين حضرتك؟ ومين اللي معاك؟ احنا ضيوف من اسنا. اهلا وسهلا. ما تتفضلوا ندخل ونشرب الشاي. ملوش لزوم، لسه شاربين يا دوب، لسه واصلين من اسنا. نورتوا البلد، بس واجب ندخل نشرب الشاي. متشكرين يا شيخنا. بقول ايه؟ يا رجاله، كل واحد يلم عزاله ويوديه على داره، وحصلونا على الجزيره. يلا يا رجاله، على الجزيره، على الجزيره. والله فاتتك الليله كلتها، كانت ليله رقص وفنجره. كانوا شايلين سلاح من كل طراز. بتقول كانوا؟ هما مش موجودين دلوقت. لا يا قريب، جيت متوخر قوي. راحوا فين؟ راحوا على الجزيرة. امال احنا رايحين فين دلوقت؟ مش رايحين الفرح؟ الفرح ما هو كان منصوب هنا، كلتهم كانوا هنا مطرح ما احنا واقفين. مين فيهم الضابط هلال؟ واحد منيهم لسه ما عرفتهوش. مش عارف انا مين؟ انا هلال، ما سمعتش عني؟ والله والحكومة وقعت مع بعضيها وعرفت مين هلال. خش اعمل معروف. انا حصاده من برا. وعدت كيف يا ست هانم؟ عدوك صادي وتقولي لي وعدتك؟ أنا خايفة يا خط، اسمي واسم عيلتي هيجي في التحقيق. ما تخافيش يا ست هانم، مش هيحصل حاجة. كلب ودمه هيسيح. هيعرفوا إنك قتلته وإني كنت معاك. وإنت يهمك إيه؟ الحرمة اللي تقلع برجع الحياة ما تختشيش من كلام الناس. بينا رجال على الجزيرة. تفضل يا ست هانم. فلت مني، لكن معلش الجيات كتير. نروح فين يا بيه؟ دول ركبوا المراكب كلها وراحوا الجزيرة يكملوا الفرح هناك. مد مال، اتحرك، يمكن نلاقي مراكب هناك ونحصلهم. نحصلهم ازاي يا بيه؟ دي الجزيرة عاملة زي ما تكون حصن، راجل واحد بمدفع واحد في الجزيرة ما يخليش حد يهوب ناحية الشط. انت شيخ البلد، واجبك هنا حفظ الامن. ما كنتش عارف انهم جايين يا بيه.
مفيش فايده دلوقتي يا سعاده البيع. لو معاك جيش مش هيقدر يعمل حاجه. نروح يا فندم. يلا بينا. يسيبوا الفرح هنا ويكملوا في الجزيرة. ما خبرش والله يا بيه. يمكن السنيورة اللي كانت مع الخط. سنيورة؟ واحدة ست سنيورة من بتوع مصر. مليحة زي القمر. يمكن قالت له عاوز اروح الجزيرة. نقل الفرح كله عشانها. حاكم القط يحب الحريم قوي. مين الست دي؟ بيقولوا انها قريبة جودة باشا. مسلم باشا. جودة باشا؟ فين شيخ البلد؟ سبناه يروح يا فندم. عاوز في حدا؟ طب يلا بينا. إذنك هنفرفش يا حبتين. خد راحتك. اها دق يا بو. عايزين شيخ البلد. أنا شيخ البلد. مين حضرتك؟ ومين اللي معاك؟ احنا ضيوف من اسنا. اهلا وسهلا. ما تتفضلوا ندخل ونشرب الشاي. ملوش لزوم. لسه شاربين يا دوب لسه واصلين من اسنا. نورتوا البلد. بس واجب ندخل نشرب الشاي. متشكرين يا شيخنا. بقول ايه؟ كل واحد يلم عزاله ويوديه على داره. وحصلونا على الجزيرة. يلا رجال. الجزيرة. والله فاتتك الليلة كلتها. كانت ليلة رقص وفنجرة. كانوا شايلين سلاح من كل طراز. بتقول كانوا؟ هما مش موجودين دلوقت. لا يا قريبي، جيت متوخر قوي. راحوا فين؟ راحوا على الجزيرة. امال احنا رايحين فين دلوقت؟ مش رايحين الفرح؟ الفرح ما هو كان منصوب هنا. كلتهم كانوا هنا مطرح ما احنا واقفين. مين فيهم الضابط هلال؟ واحد منيهم لسه ما عرفتهوش. مش عارف انا مين؟ انا هلال، ما سمعتش عني؟ والله والحكومة وقعت مع بعضيها وعرفت مين هلال. خد اعمل معروف. انا حطاطه من برا.
وعدتك كيف يا ست هانم؟ عدوك صادي وتقولي لي وعدتك؟ أنا خايفة يا خط، اسمي واسم عيلتي حيجي في التحقيق. ما تخافيش يا ست هانم، مش هيحصل حاجة. كلب ودمه حيسيح. هيعرفوا إنك قتلته وإني كنت معاك. وإنت يهمك إيه؟ الحرمة اللي تقلع برجع الحياة ما تختشيش من كلام الناس. بينا رجال على الجزيرة. تفضل يا ست هانم. فلت مني، لكن معلش الجيات كتير. نروح فين يا بيه؟ دول ركبوا المراكب كلها وراحوا الجزيرة يكملوا الفرح هناك. بد مال اتحرك، يمكن نلاقي مراكب هناك ونحصلهم. نحصلهم ازاي يا بيه؟ دي الجزيرة عاملة زي ما تكون حصن، راجل واحد بمدفع واحد في الجزيرة ما يخليش حد يهوب ناحية الشط. انت شيخ البلد، واجبك هنا حفظ الامن. ما كنتش عارف انهم جايين يا بيه. فايدة دلوقتي يا سعادة البيه، لو معاك جيش مش هيقدر يعمل حاجة. نروح يا فندم. يلا بينا. يسيبوا الفرح هنا ويكملوا في الجزيرة. ما خبرش والله يا بيه، يمكن السنيورة اللي كانت مع الخط. سنيورة؟ واحدة ست سنيورة من بتوع مصر، مليحة زي القمر. يمكن قالت له عاوز اروح الجزيرة، نقل الفرح كله عشانها. حاكم القط يحب الحريم قوي. مين الست دي؟ بيقولوا انها قريبة جودة باشا، مسلم باشا. جودة باشا؟ فين شيخ البلد؟ سبناه يروح يا فندم، عاوز في حدا؟ طب يلا بينا. هنروح فين يا خط؟ مش عايزة تيجي معانا الجزيرة؟ لا، أنا عايزة أروح. يا غجرية، وصل الست حدا قصر جودة باشا. متشكرة يا خط. Thank you.
آسف يا حضرة الضابط إن معلوماتي جت متأخرة. أنا اللي آسف يا جودة باشا إن صحيتك من النوم تاني. أنا تحت أمرك. عايز أخد رأي سعادتك في حاجة مهمة. اتفضل. الخط النهاردة كان معاه واحدة ست بيقولوا إنها ها؟ من عيلة كبيرة. يا ساتر. ده اللي سمعته. وعرفتم من عيلة مين؟ لا يا فندم ما عرفناش. يبقى بلاش الكلام في أعراض الناس. معاك حق يا سعادة الباشا. مع السلامة. يا صالح. يا فندم يا سعادة الباشا. زينات هانم رجعت امتى؟ لسه ما رجعتش يا سعادة الباشا. كانش لازم تاخد البنت الفرح وتكدر الباشا. والباشا شعرفه. مفيش حاجة في البلد بتتخبى يا محمد. ما قدرتش يحوش روحي يا عواد. اللي ما يقدرش يحوش روحه ما يقدرش يعامل الرجالة. كلام ده كبير قوي يا عواد. خبر ايه يا محمد؟ انت حاسس في نفسك ايه؟ راجل. الراجل صحيح هو اللي يقدر يحمي رجالته مش يودرهم. انت عارف ان الباشا روحنا في ايده. ما ياخد الروح الا اللي خلقها يا عواد. كده انا ما عدليش قعادي معاك يا محمد. ادخل. تمام يا سعادة ليه. خش يا راجل. خش. اوقف. ايه يا باشا؟ احنا هنعمل حفلة ولا ايه؟ ده راضي لإحداث معلومات. اديله جنيه. اديله. خد يا رد. كلم. انا موسيقار. باين انك موسيقار. انا موسيقار حقيقي يا سعادة البيه. انت شايف العود يا سعادة البيه؟ انا ياما رهنته لكن مش ممكن ابيعه. تعود عصيب. مفهوم. إنما الخط ما بيحبش العود بتاعي. وبعدين؟ هو فيه موسيقي من غير عود يا سعادة البيه؟ لا طبعا مفيش موسيقار من غير عود. لما ينزل من الجبل ويروح يزور سميرة. سميرة؟ سميرة مين؟ دي واحدة رقاصة وبتغني. بتشتغل في الأفراح وفي الموالد وساعات في الصلاة. صلاة؟ هو هنا في صلاة؟ زي بتوع مصر. بس بيبنوها في المولد في السوق. طيب ويقابلها ازاي في سوق ولا في مولد؟ في خيمتها يا سعادة البيه او في الشقة اللي جنب الصالة. في شقتها؟ ايوة. وتنقلب الشقة الفرح ويجيب قال ايه؟ قال شوية موسيقيين ينفخوا في الناي ويخبطوا على الطبل. واحد يضرب على العود زي المنجدين. وعودي انا؟ لا، هو فيه مزيكا من غير موسيقار حقيقي يضرب على العود. لا طبعا ما فيش. انما اقول الخط بيزور سميره كل قد ايه؟ هو المزاج له معاد يا سعادة البيه. اديني سجاره. آخر مرة كان عندها امتى؟ امبارح. امبارح بالليل. امبارح بالليل. ولي في
اللي غيري والبلد ليالي ولا يملى قلبي حد غيري أطمر يا ابو قلبي صاحي والعيون العزاني وليدي نسلم على الهجاني عينك لغيري والسلام سميرة بتحبني دايما تكلمني وتقول لي يا استاذ وبتخلي كل الناس تقول لي يا استاذ لكن الخط ما بيحبنيش. طب وايه السبب؟ اصل سميرة صوتها حلو قوي وانا قلت لها حرام تضيعي عمرك في الكلام الفارغ ده، تعالي ننزل مصر وهناك تغني في الحفلات. يا ما قلت لها ويا ما حياه قالت لها، حياه دي صاحبتها قوي وهي ودن من طين ودن من عجين. وايه اللي منعها؟ هو الخط اللي منعها.
في الحقيقة لا، هي اللي حبت تقعد جنبه، بتحبه. أنا مش عارف بتحب فيه إيه. لو ما كانش الخط كانت نزلت معايا مصر، وكنت أنا وهي سوينا الهوايل هناك، هي بصوتها وأنا بعودي. وسميرة ما تعرفش الخط فين؟ مين عارف؟ إنما لو كانت عارفة ضروري هتقول. طب إيه رأيك بقى يا عم إن أنا عازمك بكرة عند سميرة؟